نشعر جميعاً بالذعر عندما نجد أحدنا أو أحد أبنائنا قد أصيب بقمل الرأس، إذ سرعان ما نتوجس خيفة من انتقال العدوى إلى باقي أفراد العائلة. ولقد ارتبط قمل الرأس بكثير من الخرافات والمفاهيم الخاطئة، حتى أن الكثير من تلك الخرافات بات راسخاً في أذهان الناس. لتصحيح هذه المفاهيم سنتجه الآن إلى الدكتورة ريان عبد الغفار، طبيب عام. أهلاً وسهلاً عاشة. القمل هي حشرة تعيش متطفلة على رأس الإنسان، تنتشر عادة بين طلاب المدارس وطلاب المعسكرات. تتغذى حشرة القمل على دم المصاب وتعيش على رأس الإنسان لمدة 30 يوم، ولا تستطيع أن تعيش خارج جسم الإنسان، حيث أنها تموت خلال 24 ساعة إذا كانت خارج جسم الإنسان. للعدوى وانتقال المرض يجب أن يكون هناك تقارب أو التصاق برأس الشخص المصاب واستخدام أغراضه الشخصية الغير نظيفة. ومن أعراض الإصابة بالقمل حكة شديدة في الرأس، جروح في الرأس، ظهور بيض القمل على الشعر الذي يشابه تقريبا القشرة ولكنه يكون صعب الإزالة. عادة حشرة القمل لا تنقل الأمراض، ولكن الجروح المحدثة التي تكون بسبب الحكة الشديدة قد تسبب التهاب بكتيري ثانوي، ومما يؤدي إلى حمى وتضخم في الغدد الليمفاوية. للوقاية من القمل يجب عدم مشاركة القبعات وأغطية الرأس والملابس والأدوات الشخصية، ويجب أيضاً اكتشاف الحالات المصابة وعلاجها، ويجب أيضاً الحرص على تعقيم أدوات الحلاقة في المحلات. عند اكتشاف الحالة بالإصابة بالقمل يجب عرضها على طبيب وأخذ العلاج المناسب والمتابعة وعمل الفحوصات إن لزم. إن حك فروة الرأس أحد الأعراض الشائعة لقمل الرأس، ولكن يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى لحكة فروة الرأس. لمعرفتها سنذهب الآن إلى الدكتور بسنت أحمد عزت، أخصائي الأمراض الجلدية. أهلا بك يا عائشة. القمل طبعا من الحاجات اللي تبقى موجودة، وعادة بنلاقيها في الأطفال اللي بيروحوا حضانات أو مدارس. هو موضوع عدوى ملوش علاقة أبدا يعني بالنظافة الشخصية، بالذات في مجتمعاتنا. يعني لو طفل واحد في الفصل عنده الموضوع ده هينقله للفصل كله، وكمان ممكن للمدرس. يعني فإيه الحاجة اللي الأم ممكن تعملها لما لو لقيت إن ابنها أو بنتها عندهم قمل؟ هل لازم نحن نحلق الشعر كله؟ طبعا لا، مش لازم خالص. يعني دي حاجة ممكن تأذي الطفل يعني نفسيا. هل لو قررت نغسل الشعر بالشامبو كده هل ده هيضيع القمل؟ لا طبعا مش هيضيع، المية مش هت ولا الشامبو هتضيع القمل. طيب ايه العلاج المناسب؟ بنلاقي في الصيدليات بنلاقي دايما علاجات كيميائية بتتحط لمدة عدد ساعات معينة، وبعد كده بيتغسل، وبيكون دايما معاها مشط صغير بنقعد نسرح الشعر عشان ننزل القمل اللي مات. عادة العلاج بيكون بنستخدمه حوالي 8 ساعات، وبعد كده على الشعر، وبعد كده بنشطفه، وبعد كده بنسرح الشعر بعد أسبوع، لأنه الأدوية دي عادة بتقضي على الحشرة مش بتقضي على البيض بتاع الحشرة. فبعد أسبوع بنستخدمه تاني علشان الحشرات الجديدة اللي بتكون ظهرت. يستحسن لو الموضوع ده حصل لحد من الأسرة أن الأسرة كلها تتعالج، علشان ما يبقاش فيه يعني واحد يتعالج واحد تاني جرار يحصل له العدوى فيعدي بقية البيت تاني. فليستحسن كل الأفراد يتعالجوا، ما فيش داعي زي ما قلت إن احنا نحلق للأولاد شعرهم. والموضوع برضو أأكد إن هو ليس له علاقة إنه بالنظافة الشخصية بتاعت الأولاد. لو حصل أم لقيت ابنها أو بنتها جات له العدوى من المدرسة، يريد تبلغ المدرسة علشان باقي الفصل يعني مصدر العدوى يكون اتشال، علشان مش كل شوية ابنها أو بنتها يتعيدوا تاني. والموضوع برضو زي ما قلت مش محتاج إن احنا يعني نقلق منه، وإن شاء الله علاج يكون سهل.
لازم ناخد بالنا من أغطية الفراش والأدوات الشخصية بتاعت الشخص المصاب إنها تتعقم كويس عشان ما يحصلوش عدوى تتكرر كل شوية. دقائق طبية، دقائق طبية مع عاشة الحمودي.